ورجعنا لكم من جديد على كوين فري. طيب انا النهارده جاي اقول لك ازاي تعمل مزرعه احالات على كريبتو تاب. مش هقول لك لا نصائح ولا معلومات ولا خمسه ولا سبعه، لا هقول لك تجربتي الشخصيه ازاي بقى عندي 3000 احاله في شهرين، وازاي بينزل لك لا يقل عن 7000 ساتوشي يومي من غير ما بتعمل اي حاجه، فقط انت مدير الشركه وبتراعي الشركه والشغل بينزل لك كل يوم. فما تنساش تعمل لايك، ده موضوع حلقتنا النهارده. طيب قبل ما اقول لك على تجربتي او قبل ما اقول لك ازاي تبدا في كريبتو تاب، يعني خليها بالنسبه لك شركه، اعتبرها بجد، يعني بقول لك بجد اعتبرها شركه وانت هتشتغل فيها وهتجيب موظفين تحتك يشتغلوا فيها. فقبل كده ما نخش على شويه الحاجات الدهاليس اللي هقول لك عليهم النهارده، فما تنساش تعمل عليهم لايك لان بجد ما حدش هيقول لك الكلام ده. قبل ما ندخل في الكلام نخش كده مع بعضنا. زي ما احنا شايفين، طيب احنا عندنا النهارده 0-0-1 اول احتفال لينا، وبعد ما نوصل 0-1 هنعمل احتفال لحد ما نوصل لواحد بكوين. زي ما حضرتك شايف دلوقتي انا عندي 0-0-1 تقريبا 85 يعني 60 دولار الا حاجه. ده مش المهم بالنسبه لي، المهم بالنسبه لي الاحالات اللي انا عملتها، الاحالات اللي هي هيجيني عليها ربح يومي بدون انا ما افتح جهازي واعدل، فقط بهتم بالشركه زي ما احنا اتفقنا ده شركه. زي ما حضرتك شايف طبعا دي الهديه اللي نزلت جديد لسه بقى لها يومين. لو فتحنا كده الهديه على الناس بس اللي سجلت من عندي في الهديه، بقى لي دلوقتي يومين فقط زي ما حضرتك شايفين 300 تقريبا 400 ناس جديده، والناس اللي هي في الابلكيشن اصلا 200، دي ربح لوحده. فخلينا مش موضوعنا ده النهارده. زي ما حضرتك شايف كده انا عندي دلوقتي 3181، مش هقول لك عشان في واحد يقول لك انا عايز ال 181 دول، 3181 اللي شغالين منهم كام دلوقتي يا عم احمد؟ 720 شخص شغالين 24 ساعة، عشان أكون دقيق معاكم 600 بيشتغلوا 24 ساعة، دلوقتي 720 لأن في منهم ناس هتشتغل، ناس هتنام، ناس ما بتكونش عندها إنترنت في الوقت الحالي. عندي يومي بيكون 600 شخص شغال 24 ساعة، اللي سجلوا من عندي زي ما حضرتك شايف 3000، ممكن كلهم يفتحوا في وقت واحد ولكن مش جايز، لأنك بتجيب واحد من هنا، واحد من هنا، واحد شغال، واحد مش شغال، فالأوقات بتاعتهم مش بتكون مختلفة، إنما عندي في 3500 بيشتغلوا 24 ساعة. طيب هنا في ليه في الواحد وليه في الاثنين وليه في الثلاثة؟ يعني إيه يا عم أحمد ده؟ طيب هقول لك يعني إيه، لأن ده بجد هو ربح ممتاز جدا، أفضل من ربح التعدين ده، بينزل لك ربح شهري. زي ما إحنا كده شايفين لو دخلنا كده على ربح الأحالات، خلينا كده ندخل مع بعض. ودخلنا على الهومي زي ما انت كده شايف، وجالنا على الاعدادات بتاعتك. هنا بيقول لك كل حاجه، الشركه موضحه ليك كل حاجه، بس انت اللي ما بتحبش تقرا وبتيجي عندنا هنا وبتقرا المعلومات وما بتعملش لايك، فما تنساش تعمل لايك يا زميلي. بص يا صاحبي، ليفي الواحد لو انت دخلت خمس اشخاص او لو انت ادعيت خمس اشخاص لازم تفهم ليفي الواحد غير ليفي الاثنين غير ليفي الثلاثه، فلازم تفهم المعلومه ديت كويس عشان نفهمها بشكل اوضح. خلينا كده مثلا نيجي تحت هنا ونقول انا هفترض انا عندي انا خمس اشخاص بيشتغلوا، بس خمسه بس، والخمسه بيشتغلوا في الشهر، يعني بيقدروا ندوس عليها عشان نشوف هنكسب قد ايه. زي ما حضرتك شايف لو عندك خمسه بس شغالين 24 ساعه فانت بتاخد عليهم 3 دولار غير التعدين وغير ربحك من التعدين، ده بينزل لك شهري ملوش علاقه خالص. لو عندك 25 بتكسب عليهم 10 دولار، طيب 10 و3 لو انت عندك ليفلين مفتوحين تعمل ايه؟ هتاخد 10 و3 كام يا برنس؟ صح، الله ينور عليك، اعمل لايك يا صاحبي، 13 دولار. لو 125 شخص شغالين بتاخد قد ايه؟ 25، لحد ما تنزل زي ما حضرتك شايف 24000 دولار. طبعا دي لو وصلتها يبقى امك دعيالك، ما تنساش بقى لازم تبعت لي 2000 دولار اقل حاجه عشان انا طبعا اللي مدخلك ورئيس الشركه بتاعك. فده بجد موضوع يستحق او يحتاج اهتمام، ويحتاج انك انت تسيب كل المواقع البايخه وكل المواقع النصابه، كل المواقع اللي ضيعت وقتك وما بتكسبش. الابلكيشن كلنا سحبنا منه وفي اقل من اسبوع بتسحب بدون اي مشكله وبدون اي شروط وبدون اي تعب بالنسبه لك. ازاي بقى يا زميلي تعمل المزرعه؟ خلينا كده نرجع من البدايه عندي. لو احنا كده رجعنا في القناه وشفنا القناه بتاعتي هتلاقيها بقالها شهرين، انا مش هجيب لك فيديوهات ولا اقول لك صور، انا اقول لك كلام بجد مني ليك كده من القلب للقلب على طول، فما تنساش تعمل لايك بقى عشان الكلام ده بجد هيعجبك. اول خطوه يا صاحبي لازم تقتنع ولازم تعترف اني كل يوم كل يوم
بيدخل الانترنت، ركز في الكلام، بيدخل الانترنت لا يقل عن 3-4 مليون شخص جديد. الانترنت مش بقول العملات الرقمية. فلازم تتأكد ان في مليارات بيدخلوا مجال العملات الرقمية جديد. وصلك الفكرة؟ لازم تقتنع كده، ما تقولش خلاص البرنامج اتشهر ولا لا 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 لا، انسى. كل يوم في ملايين بتعرف الانترنت الجديد، يعني بتعرف ازاي فيسبوك، ازاي تسجل في انستجرام. في مليارات بقى بيدخلوا مجال العملات الرقمية. فلازم تكون حريص من دلوقتي انك انت تعمل شركة لنفسك وتأسسها لنفسك وتشتغل عليها وتتعب عليها. فكرتي انا بدأت ازاي؟ انا اصلا في مجال العملات الرقمية، ولكن مش في مجال اليوتيوب، انا عندي قناة تانية وقلنا لكم الكلام ده كتير، فما بحبش اتكلم فيها. قلت هبدأ قناة من جديد وفعلت لها كل شروط اللي هي يستحق اي حد يشاهد يحققها، فمش منتجها نزلها كده. بص يا صاحبي، انا بقالي 3-4 شهور ببص في الابليكيشن، بقول هنزله مش هنزله، هنزله مش هنزله، هعمل عليه سلسله مش هعمل عليه سلسله. فقلت لا، خدت قرار ونزلت بالابليكيشن. قبل ما انزل على اليوتيوب كنت شغال على الفيسبوك، يعني اول فيديو نزل عندي في القناه كان عندي 40 شخص جبتهم من الفيسبوك. وجبتهم ازاي يا عم احمد؟ كنت بخش كده اسرق، سكرينات لناس عدنت قبلي، ولكن ما كنتش بكتب، كنت باخد السكرين واقول لهم ده برنامج فيه تعديل، كنت بقول كلام بشكل منظم. تعديل بيكون بالتليفون مضمون 100% على كريبتو تاب، جرب بنفسك. ولحد الان انا السحب 1000 ساتوشي، فما كنتش بزيف ولا كنت بكتب، فقط كنت باخد صوره عشان اشجع المستخدم الجديد. لما بدات استخدم في الاسبوع على الفيسبوك بنزل منشورات، ولقيت ان في عندي 40 شخص سجلوا من عندي، قلت لا بجد كده الموضوع بجد يحتاج اهتمام. حولت بعد كده لقناة اليوتيوب. طبعا في ناس هتقلق دلوقتي تقول لك انا مش هقدر اعمل يوتيوب، اهدى عليا يا صاحبي عشان تاخد مني الزتونة. اللي متاح لي ان هو يعمل يوتيوب، فده بجد اسرع حل ليك انك انت تعمل قناة يوتيوب وتعرض عليها افكارك انت، ما تجيبش افكار حد خالص. يعني انت ممكن تروح عندي يعجبك فكرة مثلا انا عملتها، اعملها زيها ولكن مش نفس اللي انا قلته، تروح واخده وحطه هنا. لازم تقتنع ان في ناس كل يوم بتعرف مجال العملات الرقمية، وكل يوم هيدخل لك ناس جديدة، اول فيديو انا نزلته بعد اسبوع وصلت ل 500 شخص، ما كنتش مصدق نفسي، كنت طاير من الفرحة. كان 500 في الشمال، ارجعوا الفيديو كده كان 400 وحاجة، وكان تقريبا 70 شغالين 24 ساعة. بدأ التعديل معايا يزيد من اول يوم، بعد الاسبوع كنت باخد طبعا اللي هو 200 ساتوشي 300 ساتوشي، بدأ ينزل لي 500 ساتوشي. بعد الشهر الاول بدأ يبقى عندي 1000. انت مستغرب ليه 1000 احالة؟ انا دلوقتي عندي 3000، متتخضش، 1000 احالة وتقريبا ربعهم شغالين 24 ساعة. طيب الناس دي صدقت ليه كلامي واشتغلت في الابليكيشن؟ لانها صدقت الكلام، لقت محتوى مفيد، لقت محتوى بجد، لقت اثبات سحب، لقت كلام من القلب للقلب على طول، مش محتاج ان انا اعمل لك انترو واخش لك ضيع وقتك، لا انا بجيب لك المحتوى 100% من اول لحظه بيتفتح فيها الفيديو بتكون المعلومه واصله ليك، فانت بتدي للزبون الزتونه من اول الفيديو. صدقني بجد ما تطنش، ابدا دلوقتي نزل فيديوهات. انت هتقول الفكره بايخه ومش هبدا مش هعمل احلام، لا، امسك تليفونك كده، تليفون صغير وتليفون كبير زي ما انا بعمل. انا ما بصورش بفيديوهات ولا بصور بكاميرات ولا بعمل حتى مونتاج زي ما حضرتك شفت، انا غلطت 4 غلطات دلوقتي ومش همنتجهم. بص يا صاحبي، هي الفكره كلها انك انت بتحط تليفون كده في الارض وبتمسك التليفون الثاني كده وبتعرف تتكلم، مفيش حد ما بيعرفش يتكلم، حتى لو بنت مش عايز صوتك ولا عايز يشوفك، انا عايز اشوف محتوى. وبتنزل انت طبعا دلوقتي بتعدل، فانت دلوقتي عندك 2000 1000 ونص وعندك اثبات سحب، فانت ده اللي هتقوله بالظبط، هتقول ان في برنامج تعديل، بجد البرنامج ده يحتاج الشغل. فانت بتصور فيديو وبتعمل قناه وبترفعه على القناه بتاعتك، ما تقوليش مفيش مشاهدات، الناس هتجيلك لوحدها لما تلاقيك كل يوم بتنزل عن الابلكيشن، كل يوم بتنزل على الابلكيشن. ارجع لقناتي، انا كل يوم في اول اسبوع كنت بنزل 3 فيديوهات. طيب الزبون الجديد اللي هيجي يتفرج على قناتك لو ما عجبوش الفيديو ده هيلاقي فيه فيديو تاني يعجبه في نفس الفكره بتاعتك. موضوع كريبتو تاب دلوقتي رقم واحد في الفيسبوك، رقم واحد في الانترنت عامة، في كل مجال، فيسبوك، تويتر، في انستا، في كل مجال كريبتو تاب دلوقتي هو رقم
واحد. فانا مش هقول لك بقى خمس نصايح واعمل من هنا واعمل من هنا، لا بجد هو يكون الفكره كلها انك انت تدي للزبون الجديد معلومه مفيده او توصله المعلومه المفيده، والاهم من ده كله انك انت تمارس معاه. يعني انا ممكن دلوقتي اشتري احالات من اي موقع، ولكن الاحاله هتخش عندي دقيقتين ثلاث دقايق ومش هتعدي، لكن لما يلاقيك عندك محتوى سواء على الفيسبوك او على الانستغرام او على قناه اليوتيوب كل يوم بتهتم بالابلكيشن، كل يوم بتنزله جديد، وكل يوم بتوري له الربح بتاعك، وكل يوم الاستاتوش بتاعك بيتغير، كل يوم هو هيشتغل، كل يوم هو هيجيب لك واحد جديد. دي بقى الزتونه، انك تخلي الاول شخص ليك يجيب لك تاني شخص وثالث شخص. ازاي يا عم احمد انا مش فاهم الكلام ده؟ يعني انا مثلا اول خمسه تسجلوا من عندي، اول خمسه اشخاص سجلوا من عندي هم دلوقتي هيتان كبار، خلي بالك بيوصلك لحد 10. يعني اول واحد بيسجل من عندك ده بيجيب لك واحد تاني، فالتاني ده برضو بيرجع لك ليك انت، بس بيرجع لك بيرجع على الاولاني في الاول ليك. وبص انت بتكسب من كله لحد 10، يعني انت وزعت رابط الاحاله، واحد صاحبك وزع له واحد صاحب واحد صاحب واحد صاحب واحد صاحب، لحد ما ترجع لحد 10 بتكسب من العاشر. فانت حتى لو عملت فيديو وجبت خمس اشخاص، خمسه بس، خمسه والخمسه هم اللي اهتموا وانت ما اهتمتش، يعني مثلا جبت ناس بتهتم، خمسه هم اهتموا، الخمسه دول هم اللي هيعملوا لك المزرعه لوحدهم، كل واحد هيجيب منهم 10، وفي ال 10 كل واحد فيهم هيجيب 10 وهيعمل لي 10 لايكات. وده كان موضوع حلقتنا النهارده. الموضوع مش صعب، الموضوع مش محتاج تقنيات، الموضوع مش محتاج اصلا افكار، ولا محتاج سكريبتات، ولا تكتب ولا اي حاجه. احلى حاجه في العملات الرقميه او في مجال العملات الرقميه انها ربحها في لحظتها، ومش بيستنى كمان اعلانات ادسنس ولا اعلانات اليوتيوب ولا حاجه. انا دلوقتي فعلت اعلانات اليوتيوب، فعلتها امبارح والنهارده عديت الطلب، فانا مش مستني اعلانات اليوتيوب، اتحققت لوحدها، ما كنتش مستنيها. انا اصلا ربحي من الاحالات بتاعت العملات الرقميه افضل واعلى 100 مره من ربح اليوتيوب، لان انا اصلا كان عندي قناه دلوقتي موجوده فيها تقريبا 40,000 او 40 كل حاجه وسبتها. كان واحد غيري قال لك لا انا هنزل المحتوى ده، لا لا لو قلت هبدا واحده من الصفر، لان انا عايز اعمل محتوى من الصفر. ده كان موضوع حلقه النهارده. بجد البرنامج يحتاج الاهتمام، البرنامج يحتاج الاهتمام. فما تنساش تعمل لايك لو عجبك المحتوى، وما تنساش تشترك لو انت مش مشترك.